القدس مش للبيع. كان هذا قرار الفلسطينيين، مش للبيع مش للبيع. أرضهم ليست للبيع، شبابهم قالوا الكلمة. الموتو تحيا فلسطين، الموتو تحيا فلسطين. ورفضهم الكبير حمله عجوز ضعيف شاهد على كل النكبات. فصفقة القرن يرونها نكبة جديدة برؤية أمريكية إسرائيلية. القدس مش للبيع، القدس مش للبيع. ولن نتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. فلسطين مش للبيع، فلتسقط الصفقة وليتس كل المتآمرين عليها. هذا لخ عماد ممثل حركة فتح، وهذه حماس اليوم تقول للجميع نحن موحدون، ولتشتبك كل الآيات الفصائل، موحدون ضد صفقة القرن. تقول حركة حماس إن الوحدة الفلسطينية سد منيع أمام صفقة القرن، الموت لأمريكا. بينما الفصائل الأخرى ترى بالفعل المباشر بالميدان بمعناه السياسي والجماهيري والعسكري طريقا لوقف الخطة الأمريكية. المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تسحب الاعتراف بالعدو الصهيوني وأن تخرج من حكم أوسلو السوداء. مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تنفذ قرارات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية بوقف العمل بالاتفاقيات مع العدو الصهيوني وأن تطلق أيادي المقاومة في الضفة الغربية. فالكل الفلسطيني يؤكد على جهوزيته لإفشال الصفقة التي لن تبقي لهم أرضاً وقضية ووجود. مع طرح التصور النهائي لصفقة القرن باتت هذه الاحتجاجات هي كل ما يمكن للفلسطينيين أن يعترضوا من خلالها في ظل عدم استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام. أمريكاوي إسرائيل، أمريكاوي إسرائيل، بابتزونا بالتمويل. ابتزاز سياسي ومقايضة على الحقوق ما تحمله صفقة القرن، هكذا يراها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الشاطئ غرب غزة. هذه الصفقة سحق لقضية اللاجئين، سحق لقضية القضية الفلسطينية، سحق إنهاء للمشروع الوطني، إنهاء لمشروع حل الدولتين. هو يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق. تبقى كافة المواقف مرهونة باتخاذ إجراءات عملية على الأرض للوقوف أمام مخاطر تنفيذ ما تعرف بخطة السلام الأمريكية. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.